يا هلا بكم من جديد في قناة عالم الكوكتيل وطيور الزينة. امتى اغير المحار عند الطيور؟ امتى استبدله؟ وهل لو خلص اغيره؟ وهل ممكن اغيره وهو لسه مخلصش؟ يعني لو العصافير لسه ما كلتوش هل ممكن اغيره او لازم اغيره؟ اه لازم. طيب ايه هي الشروط اللي المفروض اغير فيها المحار؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن بذكرك لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اتاكد انك بتضغط على الزرار الاحمر اللي تحت، ولو انت مشترك بالفعل ما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصلك تنبيه بالفيديوهات اللي بتنزل اول باول. يلا بينا نبدا في الموضوع بتاعنا. تزوج من طيوري فلل كتفين اسبلتات لطفره معينه انا شغال عليها بقالي سنتين. الزوج دوت بدأ يأكل المحار لحد ما المحار خلص ورمى المحار في الأرضية. أثناء ما هو عمال بيقعد يأكل في المحار، المحارة وقعت سقطت من المشبك بتاعها ووقعت في الأرضية. اللي هو مخلص المحارة هيت هوري لك شكلها. شفت أنا بخرج إيدي إزاي بهدوء خالص؟ هو ده الطريقة بتاعت التعامل اللي أنا عاوزك تعرفها أو تتعامل بيها مع طيورك. العصفور أكل المحارة هوت ما شاء الله، خلص كل الجزء الطار اللي فيه. المحارة أو السبية أو عظام الصبيط أي اسم، وفي ناس بيقولوا عليها كمان لسان البحر، دي على حسب الدول اللي بتتابعنا، دي أساميها في على مستوى العالم كله. المحار ده بيبقى له وجهين، وجه فيه جزء طري كده ووجه تاني أو الظهر بتاعه بيبقى ناشف صلب ما بيتاكلش. العصفور بياكل الجزء الطري، بياخد منه نسبة من الكالسيوم عالية بتمد جسمه بالكالسيوم وبالأملاح المعدنية اللي جسم العصفور بيحتاجها، وبالأخص الأنثى الكالسيوم بالنسبة لها بيبقى مهم جدا في تكوين الكلس أو القشرة الخارجية للبيض أثناء وضع كل بيضة. فلازم تتأكد إن المحار موجود عند الطيور أثناء وضع الأنثى للبيض. الظهر بتاع المحار بيبقى عبارة عن جزء ناشف، بعض الطيور بتقعد تعضعض فيه أو بتقلم بيه منقارها، بتستخدمه في تقليم المنقار عشان المنقار ما يبقاش طويل زيادة عن اللازم لحد جزء معين. بعد كده بنشيل المحار وبنرميه وبنستبدله بجزء آخر. المحارة اللي فاتت خلاص الأنثى أكلتها وخلتها خلاص ما عادش فيها أي حاجة إنها تتاكل تاني، فأنا استبدلتها بمحارة تانية هيت، وبوري لك دلوقتي إزاي أنا بنضف المحارة الجديدة. بعض الناس ما بتعملش زي انا بعمل كده، انا بخدش السطح الخارجي للمحارة على سبيل اشيل اي طفيليات او بكتيريا او فضلات لطيور زينة او لاي شيء جاء على المحار من بره. المحار بيبقى مش متخزن في باكج فبيبقى بيتباع كده سايب، فبيبقى وارد ان اي فضلات او اي ذباب او اي حشرات تعمل على الجدار الخارجي للمحار فضلات فتكون بكتيريا تضر العصفور بتاعي. طبعا انا بربي طفرات او بربي نوعيات مميزة، او حتى لو كنت بربي حاجة عادية انا يهمني الصحة العامة للعصفور بتاعي تكون كويسة، فلذلك بشيل القشرة الخارجية. بعض الناس ما بتعملش زي ما انا بعمل كده، في البعض بيقوم ناقع المحار في مية وبيقوم جايب ليفة كده او شيء معدن او ليفة اللي هي الناعمة دي ويبدأ يكحت او يغسل المحار من بره. انا عن نفسي بفضل الطريقه دي وشايفها افضل واحسن بكتير من الغسيل بالميه، لان بعد ما بتغسلها بالميه بيبقى انت لازم تنقعها تاني او تسيبها في الشمس تاني لمده يومين ثلاثه لحد ما تجف تماما وبعدين تقدمها للطير. طب انا سبتها تجف، طب ما هيجي عليها برضو ذباب او اي شيء، لان المحار بيبقى ريحته زفره شويه فبتجذب الذباب على الاقتراب منه. طب انا ليه لا انا اخدش واقدم المحار على طول للطير بتاعي. طيب هل في حاله كنا بنقول عليها في اول الفيديو ان انا لازم اشيل المحاره وارميها واحط محاره جديده؟ امتى الحاله دي؟ لما امسك المحاره بايديا واقربها من انفي واشمها وما الاقيش فيها ريحه الزفاره الطبيعيه اللي المفروض تكون فيها. بعض انواع المحار لما بيتطرق لفتره او المحار عامه لو انت سبته لفتره طويله والعصفور ما اكلش منه او اكل منه شويه وساب الباقي والمحار قعد فتره طويله في القفص، المحار بيفقد الريحه النفاذه بتاعته اللي هي الريحه الزفره، لان المحار ده عباره عن سمك فبيفقد الريحه الزفره اللي فيه، فطيور الزينه ما بتقبلش عليه وبيبقى بالنسبه لها مش جذاب ان هي تاكله. ففي الحاله دي بضطر ان انا اشيل المحار وارميه واجيب محار غيره. طيب اللي هيترمى بقى والمحار ده ارميه كده وخلاص؟ لا، ممكن استفاد منه. طب استفاد منه ازاي؟
بكسره قطع صغيرة وبضيفه على وجبة البيض بالبقسماط. يبقى انا بخلي العصفور بتاعي يستفاد منه حتى لو ما كلش منه مع وهو سليم زي ما هو، بخليه ياكله من البودر بتاعه مع وجبة الطري اللي بقدمها له، او ممكن اقدمها مع وجبة الغلة اللي هو القمح المنقوع. ولكن انا بفضل احسن تتقدم مع وجبة البيض، بيبقى افضل، والعصفور بيتلخبط ما بينها وبين البيض وبياكلها ضمن الاكل. بكده الموضوع اكون خلصته معاك للمحار، وانت عرفت ازاي تستخدم المحار وامتى تغيره. لو ليك اي سؤال متعلق بالموضوع شرفني بالتعليق تحت الفيديو. لو الفيديو استفدت منه ما تبخلش عليا وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد منه، ده اكبر دعم ممكن تقدمه لي. اسيبك على خير في رعاية الله.